انا جد مسرور خاصه لما الانسان يكون يبذل واحد المجهود ويكلل بالنجاح. انا جد مسرور للاقبال وعلى والفيدباك ديال الزوار اللي عطاو، وخاصه بان هذا المشروع هو من المشاريع اللي كانت في حاجه لها المنطقه. المشروع هو عباره عن فندق ممتاز يتوفر على 16 غرفه كلها بالمعايير المتقدمه، من غرف مكيفه الى ماء ساخن الى تتباهى بالمناطق الفنادق الموجوده بالمناطق الاخرى. اضافه الى ذلك هذا المشروع خول انتاج فتح المجال لواحد 20 فرصه شغل، يعني 20 عائله، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش يكون بادره باش تحفز الباقي الاولاد المنطقه باش يجيو يستثمروا في المنطقه. للشرف ان نحضروا مع السيد محمد الادريسي البوزيدي اللي استثمر وحاول ان باش جلب بلاده ودار هذا المشروع اللي حنا المدينه ديال تاوي صراحه في امس حاجه ديالو. هذا المشروع الرائع والمهم واللي غادي يدخل بالنفع على الساكنه ديال تاونات. حنا كجماعه تاونات رحنا يدانا مدوده للمستثمرين، رحنا فرحونا من قال المستثمر سيد محمد باش جا ودارنا هذا المشروع في تاونات. رحنا هذا راه شرف لنا، وحنا يدانا مدوده للمجموعه المستثمرين الناس ديال تاونات اللي بغى يستثمر في تاونات. راه الجامعه راه الاشاره، يمكن الليله عندنا تايل عندنا شي وعاء عقاري راه يمكننا نعطيوه لهاد المستثمرين. سيد محمد نتمنى له التوفيق ان شاء الله، وكنشكروا على هذه البادره اللي دار في المدينه ديال تاونات، والله يوفقوه. كنشكروا الاخ محمد بوجيدي على هذا العمل اللي قام به، ولا على اللي قدموا للساكنه ديال تاونات، مثل هذا الفندق الفاخر اللي كاين في تاونات، وهذا المقهى الفاخره اللي جات في المدخل اللي في المدخل ديال تاونات من المنطقه الجنوبيه. وكنشكروا لان قام بالعمل العمل الزاد لهذا الاقليم هذا، وجا من الولايات المتحده الامريكيه من اجل اشهار واعطاء صوره جميله ولا صوره واضحه لمدينه تاونات من اجل هذا الاستثمار اللي هو في الحقيقه كنشجعوه وكنشكروه على هذه المبادره اللي قام. كذلك كنشكروا الاخوان اللي قاموا اللي ترفعوا معاه في هذا النشاط هذا، ونتمنوا له التوفيق والنجاح ان شاء الله في الافاق وفي المستقبل ان شاء الله، ونتمنوا من الله باش تكون استثمارات اخرى داخل الاقليم. وشكرا. مبسوطه جدا اليوم اني اكون احدى الحضور لافتتاح اوتيل رياض تاونات، يعني مالكه المستثمر المغربي سي محمد البوزيدي، اللي انا متاكده انه بهذه الخطوه اعطى فرصه للعديد من الشباب والشابات اللي ممكن لقوا فرصة عمل في هذا الأوتيل. هذه من ناحية. ثانيا قرب الخدمات، أنا كمدربة للمقاولين وين ما نمشي بدي مثلا أروح لأوتيل ممكن نحتاج قاعة للاجتماعات، هذاك الأوتيل ما نلقاش قاعة، ممكن نحتاج مطعم اللي يكون قريب ما نتنقلش، ممكن نحتاج قهوة اللي نعمل فيها غير لقاء فصفص مع حد. فهذا الأوتيل في جميع الخدمات في نفس المكان، موجود القهوة، موجود المطعم، موجودة قاعة للاجتماعات، غير عن الغرف اللي مريحة جدا واللي أنا جربتها، اللي بده يبعد عن ضجيج المدينة، اللي بده يكون يعني يلتقي مع حاله، احنا بنقول